عام 2010 بلغ نسبة الشباب اليمني دون سن 30 حوالي 75%، نسبة كبيرة صنفت البلاد ضمن أكثر البلدان التي تمتلك شريحة الشباب المليئة بالطموحات والآمال والتطلع للمستقبل. يقوم على عاتق هذه الشريحة تحديات كثيرة بإعالة الأهالي والأسر باعتبارها الشريحة الكادحة والتي تتحمل أكبر المسؤوليات في المجتمع الذي يعم بالفساد والبطالة. فمنحتهم ثورة 11 فبراير منبر للتعبير عن رغباتهم الجامحة في إحداث التغيير المنشود ومحاربة الفساد الذي طار شريحتهم الكبيرة. تصادمت هذه الرغبات خلال السنوات العشر الأخيرة مع الواقع المرير الذي أظهر لهم عقبات وحواجز، فقد عصفت باليمن مشاكل ومخاطر أسهمت في خلق فجوة في فئة الشباب وتسببت في حرمان العديد منهم من الحصول على أبسط حقوقهم. الحرب كانت سبباً في فتح الطريق لليمنيين للمهاجرة والهروب من ويلاتها التي طالت البلاد ودمرت كل ما فيه حتى أحلامهم التي سقطت مع سقوط أول قذيفة حرب. وبمناسبة اليوم العالمي للشباب وفي الوقت الذي يحتفل به شباب العالم بإنجازاتهم المتنوعة ومشاريعهم، يحارب الشباب اليمنيون لتوفير لقمة عيشهم، والبعض منهم حاول النفاذ بجلده للتغلب على الصعوبات والنهوض بمستقبله وبأهله وكل من يعيلهم. وهذا ما سمح ببروز الكثير من المشاريع الصغيرة والحديثة داخل اليمن وخارجها والتي ذاع صيتها وحققت نجاحاً ملموساً.